بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في السلطنة وأعرب جلالة الملك المفدى رعاه الله في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته له بهذه المناسبة الكريمة. سائلا المولى جل وعلا ان يديم على جلالته موفور الصحه وتمام العافيه ولسلطنه عمان وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القياده الحكيمه لجلالته، مشيدا ايده الله بعمق العلاقات الاخويه الوطيده التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات.